ام حياه منورانا حبيبتي، نورك نورك. ثانك يو. دايما بتحبي انت مهرجان الجونه انت وعمرو، بتكونوا حريصين تكونوا موجودين. ده حقيقي، انا البلد دي بالنسبه لي غاليه ومهمه، والمهرجان ده من كتر ما بيحترم الناس اللي موجودين فيه انا ليه مكانه كبيره في قلبي. السنه اللي فاتت بسبب حياتي ما عرفتش اكون موجوده، وكنت بتفرج وكنت بشجع من على مقاعد الاحتياط. السنه دي لا، يعني شويه بنتي كبرت قادره اسيبها يومين لاول مره في حياتي بعمل الخطوه دي، فقلت لا ليه لا، يعني لازم نكون موجودين. في افلام معينه قررتي هتشوفيها؟ بصي انا بصيت على الريبرتوار ضخم جدا مهم جدا، بكفايه ان في فيلم البيدرو المودوفار مثلا، في افلام تانية مهمه جدا، تقريبا هشوف كل الافلام اللي اقدر اشوفها. بصي انا من النوع اللي بيبقى فيه مهرجان ممكن اشوف 4 5 افلام في اليوم. انا شفتك في كرتاج، شفتك في كذا مهرجان بتعملي كده من قاعه لقاعه لقاعه، وده اللي بيهمني الصراحه. انا مش من هواه الحفلات او السليبريشن، انا من هواه ان انا دي فرصه في المهرجان اشوف افلام مهمه بجد. حياه فين؟ طمنينا عليها القمر. في البيت لاول مره بسيبها، بس عشان احنا قاعدين وقت قصير وراجعين. وعايزه اقول لك قلبي عامل كده ووجعني، عشان عمري ما سبتها قبل كده. عايزه اعرف رايك في ولاد رزق 2 في عمرو يوسف. يجنن الفيلم، انا شايفه الفيلم ده حقق معادله انه يكون فنيا هايل، تجاريا هايل، حقق ايرادات عظيمه، عمرو عامل دور عظيم، وكل الكاست الحقيقه يعني مميز جدا. طارق العريان ده مخرج يعني عارف هو بيعمل ايه، مش بيهزر. عايزين بقى حياتي تكبر شويه عشان ترجع لنا كده تاني بقى. ان شاء الله ان شاء الله قريب.